بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نقدم إليكم دروساً إلكترونية هذه من مدرسة الأورينت الافتراضية. نأمل من الله أن تصلكم هذه الدروس وأنتم في أتم الصحة والاستعداد لسماع وفهم هذه الدروس. دروسنا هذه عبارة عن سلسلة متكاملة نقدم من خلالها دروسا للطلاب الصف الثالث الثانوي العلمي والأدبي فرعيهما. إن هذه الدروس تخص الطلاب النظاميين في المدارس والطلاب الأحرار في المنازل، وموجهة إلى كافة أنحاء العالم سواء في الوطن العربي أو في أي مكان. أعزائي الطلبة، إننا نأمل أن تكون دروسنا هذه جسرا تعبرون من خلاله لنيل شهادتكم الثانوية وتحقيق أمانيكم في نيل الدرجات العليا في هذه الشهادة. إنني بدوري أقدم إليكم مادة الفيزياء، وكما تعلمون أن مادة الفيزياء عبارة عن كتابين، كتاب الميكانيك وكتاب الكهرباء. وبعد أن قدمنا 4 فصول في كتاب الميكانيك، نحن اليوم بصدد الوحدة الخامسة في كتاب الكهرباء. في هذه الوحدة قدمنا إليكم مجموعة من الدروس، ونحن اليوم بصدد الدرس الثالث، وهو الدرس 33 في مادة الكهرباء والميكانيك. هذه الوحدة التي هي بعنوان المغناطيسية وما يتعلق بهذه المغناطيسية من ظواهر بسيطة للمغناطيس. كانت دروس هذه الوحدة مرتبة على الشكل الآتي: أولا المواد المغناطيسية، ثانيا الحس المغناطيسي، ثالثا وهو موضوع درسنا اليوم نظرية المغناطيسية، ومن ثم درس الرابع سيكون بعنوان طرق إكساب وإزالة المغناطة، أما درس الخامس فهو بعنوان المجالات المغناطيسية وبصول تخطيط المجال. الدرس السادس هو الخواص المغناطيسية للحديد والفولاذ. الدرس السابع بعض استخدامات المغناطيسية الدائمة والمغناطيسية الكهربائية. الدرس الثامن هو التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي، ومن ثم خريطة المفاهيم وركن التفكير، وأخيرا في هذه الوحدة هي التمرينات أو التمرين الخامس الذي يخص هذه الوحدة بأكملها. نبدأ بعون الله بنظرية المغناطيسية. في هذه النظرية سنتعرف على بناء المغناطيس من الداخل، بعد أن تعرفنا في درس سابق عن المغناطيس وطريقة اكتشاف هذا المغناطيس في أي بلد. طبعا قيل أنه في الصين قبل 900 عام تم اكتشاف المغناطيسية، وأيضا تعرفنا على أنواع المواد المغناطيسية. هناك مواد يجذبها المغناطيس ومواد لا يجذبها المغناطيس. كانت من أهم المواد المغناطيسية طبعا الحديد، وأيضا النيكل والكروم، ومواد أخرى. أما مواد غير مغناطيسية إلى يجذبها المغناطيس مثل النحاس الأحمر والنحاس الأصفر والخشب واللدائن. وتعرفنا أيضا على على طريقة يتم بها مغناطة جسم غير مغناطيسي. إذا جسم مغناطيسي يجذبه المغناطيس لكن ليس هو مغناطيس بالأصل، يتم مغناطة هذا المغناطيس بالحس. مجرد ما قربنا المغناطيس منه
أصبح أيضا الجسم هو مغناطيس بذاته. وما هي الصفات التي يكتسبها بحيث يكتسب أيضا طرفين كما هو الحال في المغناطيس، طرف شمالي وطرف جنوبي؟ لكن الطرف القريب من الطرف الشمالي للمغناطيس يصبح جنوبي والبعيد يصبح شمالي. هذا تعرفنا عليه جميعه في دروس سابقة وماضية. اليوم تقول النظرية المغناطيسية، إذا أخذنا قطعة رفيعة من قضيب فولاذي ممغنط وقسمناه إلى ثلاثة قطع أو أقسام أصغر من القطع الأصلية، سنلاحظ فيها أن هذه القطعة أو كل قطعة من هذه القطعة ستصبح مغناطيس ذو قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. اتضحت فكرة النظرية أعزائي الطلبة؟ إنها فكرة واضحة. قد يتساءل أو قد يخطر على بال طالب من الطلاب أن بعملية تقطيع المغناطيس يفقد مغناطيسه. الإجابة ليس كذلك، هناك مغانط طرية كما هو الحال في مغانط الموضوعة على باب البراد أو الثلاجة. هذه المغانط طرية يمكن تقطيعها إلى أجزاء أصغر. فهنا تقول النظرية، إذا قطعنا جزءا طويلا أو كبيرا أو رفيعا من المغناطيس الفولاذي إلى عدة قطع، فإن كل قطع من هذه القطع ستصبح مغناطيسا جديدا وله قطبين شمالي وجنوبي كما هو في الشكل. انظروا، هذا مغناطيس طويل جزأناه إلى ثلاث مغانط، كل مغناطيس جديد سيصبح، كل قطعة جديدة ستصبح مغناطيسا ولها قطبين شمالي وجنوبي. إذا كل قطعة من القضيب الفولاذي المغناط هي مغناطيس أيضا. لهذا يكون من المعقول تخيل أنه إذا واصلنا قطع كل قطعة من المغناطيس إلى قطعة أصغر ستظل ممغنطة. واضحة الفكرة؟ ليس شرطا أن يكون ثلاث ولا خمسة، مهما جزأنا القطع الصغيرة ستصبح كل قطعة مغناطيسا أيضا بدورها. بمعنى آخر يمكننا افتراض أن المغناطيس الرئيسي مكونا من العديد من المغناطيسات الصغيرة جدا. الآن عكسنا الآية وعكسنا الأمر الذي بدأنا به. من خلال هذه النظرية يمكننا أن نعتبر أن المغناطيس أصلا هو عبارة عن تجمع لعدد كبير من المغناطيسيات الصغيرة مصطفة جميعا على خط واحد تتجه فيه أقطابها الشمالية في نفس الاتجاه من المغناطيسات الدقيقة عند طرفي القضيب. المغناطيسي تميل نحو الخارج بسبب التنافر المتبادل بين الأقطاب المتشابهة. إذن المغناطيسات المتعددة المجمعة في مغناطيس واحد ماذا يحصل لها؟ إنها ستتجه أقطابها الشمالية في نفس الاتجاه. ما سبب ذلك؟ لماذا تتجه أقطابها الشمالية في نفس الاتجاه؟ سبب ذلك إنها تميل نحو الخارج. ما السبب؟ سبب التنافر المتبادل بين الأقطاب المتشابهة. أتمنى أن تكون اتضحت إليكم الفكرة كيف يحصل أو ينجم عن تجمع عدد من المغناطيسيات أو المغناطيسات المتشابهة. ماذا يفسر لنا هذا الأمر؟ مما يفسر كون أقطاب المغناطيس عند الأطراف طبعاً مختلفين، طرف الشمالي وطرف الجنوبي. يمكننا أن نتخيل في هذه الحالة، طبعا هذا شكل لمغناطيس فيه مغناطيسيات متعددة انتظمت به الأقطاب، فالقطب الشمالي M
وطرف، قطب الجنوبي S طرف آخر. هذا مغناطيسا صغيرا جدا له أقطاب حرة. واضح الشكل؟ نأمل ذلك. القضيب غير المغناط، المغناطيسيات الدقيقة تشير فيه إلى في اتجاهات عشوائية. انتبهوا أعزائي، هنا يرد سؤال، وهذا السؤال هو عبارة عن مقارنة بين المغناطيس والقضيب الغير مغناطيسي. ما الفرق بينهما؟ طبعا المغناطيس يكون فيه المغناطيسيات الصغيرة منتظمة مرتبة مصطفى جميعا على خط واحد، وتتجه أقطابها الشمالية في نفس الاتجاه. ركزوا بهذه النقطة. أما القضيب غير المغناط، المغناطيسيات الدقيقة تشير في اتجاهات عشوائية، كما يلغى عندئذ التأثير المغناطيسي الناجم عن جميع المغناطيسيات الدقيقة، ويقال إن المغناطيس الفولاذي غير ممغنط. إذن عندما تختلف هذه النظام ويصبح الشمال باتجاه الجنوب، يفني بعضه بعضا ويفقد صفة المغناطيسية، ويصبح القضيب الفولاذي غير ممغنط. طبعا هذا يحدث في طريقة سنذكرها فيما بعد، بعملية إزالة المغنطة من قضيب فولاذي ممغنط. إذا أزلنا المغنطة فيعود إلى طبيعة أنه فقد مغناطته بإحدى الطرق سنذكرها فيما يلي. هذا قضيب غير ممغنط، لاحظوا فيه المغناطيسية غير منتظمة غير مصطفى بشكل عشوائي. هذا مما يؤدي إلى تفاني بعضها البعض. يمكننا بناء على هذه النظرية تفسير ما يلي. أولا، تخزين المغناطيسيات باستخدام حوافز. أعزائي، إننا كنا في مدارسنا تأتينا علبة من المغناطيسيات، طبعا مع الاستخدام المستمر لهذه المغناطيسيات يمكن أن نضعها مع بعضها البعض. بعد زمن من الفترة من الزمن نجد أن هذه المغناطيسيات تفقد مغناطيسها، وذلك لعدم التخزين الصحيح. فالآن سنتعلم كيف يمكننا تخزين المغناطيسيات والحفاظ على المغناطيسية لهذه المغناطيسيات خلال فترة طويلة من الزمن، وذلك باستخدام حوافز. لنرى كيف الطريق إلى ذلك. نضع مغناطيسيين، لاحظوا هذا مغناطيس أول قطبيه شمالي جنوبي، هذا مغناطيس آخر شمالي جنوبي بعكس الأول. ترتيب، نضع حافظة أولى وهذه حافظة ثانية، هذه الحوافز من الحديد المطاوع، هذه مغناطيسين دائمين. تساعد الحوافز الحديدية المطاوع المغناطيس الدائم على البقاء مغناط لقوة وفترة طويلة من الزمن. إذا خزن المغناطيسيات بوضعها جنبا إلى جنب فقد تصبح أضعف بعد مرور بعض الوقت، وذلك بسبب الأقطاب الحرة. هنا قد يدرد سؤالا، صح أم خطأ؟ إذا خزنت المغناطيسيات وضعها جنبا إلى جنب فقد تصبح أضعف بعد مرور بعض الوقت، وذلك بسبب الأقطاب الحرة. صح أم خطأ؟ طبعا هي الإجابة صحيحة. الآن سنجد أيضا في عملية التخزين إن طرفين المغناطيس التي تتنافر مع بعضها البعض، مما يؤدي إلى اضطراب تراص المغناطيسات الدقيقة. ثم يضطرب تراص المغناطيسات الدقيقة، ونمنع إضعاف المغناطيسات يمكننا تخزين القضبان المغناطيسية في أزواج باستخدام قطعتين من الحديد المطاوع كما ورد في الشكل.
تسميان في هذه الحالة القطعتان الحديديتان الحوافز. ماذا تعني حوافز؟ قطعتين من الحديد المطوع توضعان على أقطاب لمغناطيسين بشكل مختلفين عبر أطراف القضبان المغناطيسية. الحالة الثانية نستفيد من نظرية المغناطيسية هي التشبع المغناطيسي. انتبهوا، هنا قد يأتي تعريفا أو هنا قد يأتي سؤال صح أم خطأ. ماذا يعني التشبع المغناطيسي؟ إنه تعريف قصير انتبهوا إليه. إن لكل مغناطيس قوى قصوى ممكنة. إن لكل مغناطيس قوى قصوى ممكنة يبلغها عند تراص جميع المغناطيسيات دقيقة في نفس الاتجاه. نعيد هذا السطر. إن لكل مغناطيس قوى قصوى. تشبع مغناطيسي يعني قوى قصوى. متى يبلغ هذه القوى؟ يبلغها عند تراص جميع المغناطيسيات الدقيقة في نفس الاتجاه. نأمل أن تكون الفكرة واضحة. هذا عادة يأتي في الجدول التوصيل، توصيل التشبع المغناطيسي. إزالة مغناطيسية المغناطيسيات، هذه الطريقة ستذكر بشكل أكبر ولها أهميتها بمكان. كيف يمكننا إزالة المغناطة من المغناطيس؟ ستعود وتمر معنا، لكن الآن نأخذ عنها فكرة. هناك عدة طرق يتم من خلالها إذا تعرض إليها المغناطيس لفقد مغناطته، وهي إزالة المغناطيسية هي عملية إزالة المغناطة من المغناطيس أي مغناطيس كان، وتشمل بعض طرق إزالة المغناطيسيات التسخين والطرق. التسخين والطرق. هناك طريقة أخرى سنعود إلى ذكرها، تعريضها لتيار اهتزازي متناول. طبعا هذه طريقتين، وهناك طريقة ثالثة سنذكرها فيما يلي. طبعا التسخين والطرق يتسببان في اهتزاز ذرات المغناطيس بشدة وفي تغيير ترتيب تراص المغناطيسات الدقيقة التي مرت معنا سابقا، مما يفقد المغناطيس مغناطيسيته. هناك أسئلة تقويم ذاتي، سؤالين. السؤال الأول يقول: اذكر فرق بين قضيب غير ممغنط وقضيب ممغنط. الإجابة على هذا السؤال يمكننا أن نفترض أن المغناطيس الرئيسي كان مكونا من العديد من المغناطيسيات الصغيرة جدا، هذا الممغنط، مصطفى جميعا على خط تتجه فيه أقطابه الشمالية في نفس الاتجاه. إذن المغناطيس ماذا نعتبر؟ نعتبره عبارة عن مغناطيسة مكونة من العديد من المغناطيسات الصغيرة جدا، مصطفى جميعا على خط تتجه فيه أقطابه الشمالية في نفس الاتجاه. طبعا مرة معنا ذلك، ويذكركم بالشكل انتظام المغناطيسيات وترصها في اتجاه واحد، الجنوبي في اتجاه والشمالي في اتجاه آخر. أما القضيب غير الممغناط فنجد العشوائية في هذه المغناطيسيات غير منتظمة. لنرى، يمكننا تخيل في هذه الحالة هذا القضيب غير المغناط، المغناطيسيات الدقيقة تشير في اتجاهات عشوائية غير منتظمة، طبعا كما هو الحال في هذا الشكل قضيب غير المغناط. السؤال الثاني والأخير: لماذا يكون لكل مغناطيس قوى قصوى ممكنة؟ ما هو سبب ذلك؟ طبعا مر معنا في عملية التشبع المغناطيسي. لكل مغناطيس قوى قصوى ممكنة يبلغها متى؟ عند تراص جميع المغناطيسيات الدقيقة في نفس الاتجاه. إذن يبلغ القوى القصوى الممكنة عند تراص جميع المغناطيسيات الدقيقة في نفس الاتجاه. أعزائي، بهذا نكون قد قدمنا إليكم
درسنا 33 في كتاب الكهرباء والمغناطيسية. نأمل من الله أن تكون وصلتكم فكرة الدرس، وتكونوا استفدتم منها وفهمتم ما ورد في هذا الدرس والدروس الأخرى، ونعدكم إن شاء الله في دروس أخرى قادمة هي أكثر فائدة وأكثر متعة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، ونأمل من الله أن نلقاكم وأنتم مستبشرين بالحياة وجاهزين لتقبل الدروس. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، ونشكر إليكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء، مع السلامة.